الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كلية التربية المختلطة في جامعة الكوفة من الكليات المستحدثة، إذ ولدت عام 2009 تحديدا في جامعة الكوفة، ولكن على الرغم من قصر عمرها إلا أنها كانت منتجة من الناحية العلمية ومهفى قلوب الكثير من الطلبة من ناحية استجذاب المعرفة لاختلاف وتنوع أقسامها العلمية داخل هذه الكلية العتيدة، ذلك بأن كلية التربية المختلطة تضم 5 أقسام، أولها قسم التربية الفنية وهو قسم نادر في جامعة الكوفة، إذ لا تحوي جامعة الكوفة على مثل هذا القسم سوى في كلية التربية، وهو النظير والمعادل الموضوعي لكلية التربية الفنية في جامعة بابل. أما القسم الآخر فهو قسم اللغة الإنجليزية، ويضم مجموعة من الأساتذة الكبار الذين درسوا ونالوا شهاداتهم العليا من جامعات معترف بها دوليا كجامعات بريطانيا وجامعات أمريكا، ولهذا يمثل هذا القسم نقطة استقطاب واستجذاب الكثير من الطلبة، حتى أن اليوم الكثير من المدارس والكثير من الكليات والمؤسسات التعليمية تشهد لطلبة قسم اللغة الإنجليزية بعلو المعرفة ورفعة التحصيل العلمي، في لأنهم قد تخرجوا من كلية التربية على أيدي أساتذة علماء أكفاء. أما القسم الثالث وهو قسم علوم القرآن، وهو قسم متميز من حيث أساتذته وطلبته على حد سواء، إذ أنتج هذا القسم أكثر من 70 مؤلفا في نطاق علم التفسير ومناهجه، وفي نطاق التنظير القرآني، وفي نطاق البحث اللغوي والنحوي والدلالي والبلاغي بما يتصل بالشأن القرآني على مدى ما يقارب 10 أعوام، أي في عقد واحد أنتج أساتذة هذا القسم أكثر من 70 مؤلفا، حتى غدت بعض المؤلفات في الوقت الحالي مناهج مساعدة تدرس في جامعة بابل وتدرس في جامعة القادسية أيضا، وعليه يعد من الأقسام المتميزة في كلية التربية المختلطة. أما القسم الرابع فهو قسم علوم الحاسوب، وهو من الأقسام الجيدة والمحترمة في كلية التربية المختلطة، يزاد على هذا وعلى كفاءة أساتذته، فقد فتحت فيه الدراسات العليا منذ عام تقريبا، وأصبح هنالك إقبال كبير على هذا القسم بفعل وجود الدراسات العليا، وفيه أساتذة متميزين حتى أنهم قد نشروا في مجلات سكوبس أكثر من 20 بحثا، على الرغم من وجازة المدة التي نشروا فيها هذه البحوث. أما القسم الخامس فهو قسم الرياضيات، وهو من أكثر الأقسام حداثة في كلية التربية، ولكن على الرغم من ذلك فهو يضم أكثر من 7 أساتذة متخصصين بالرياضيات، وهنالك تعاون كبير بين هذا القسم وبقية الأقسام المناظرة في كليات جامعة الكوفة، من أمثال أقسام كلية العلوم والرياضيات وأمثال أقسام كلية التربية للبنات. على الرغم من جودة الأساتذة وكفاءتهم في هذه الكلية، فنحن نسعى ومن خلال المراتب العلمية للأساتذة وإبداعهم المعرفي إلى فتح الدراسات العليا في جميع أقسام الكلية، إذ تم فتح قسم الدراسات العليا في قسم التربية الفنية، وهنالك كما أشرت سلفا قبل قليل يوجد هنالك قسم للدراسات العليا أيضا في قسم الحاسوب، وهنالك سعي لفتح الدراسات العليا لقسم علوم القرآن، وتم رفعها إلى الجامعة وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك وتم رفعها إلى الوزارة. كما الشيء بالشيء يذكر، استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ولوجود الكثير من الكفاءات العلمية والرتب العلمية في قسم اللغة الإنجليزية على أن نرفع دراسة للأدب الإنجليزي حصرا، وهي طبعا للدراسات العليا، لفتح دراسات عليا في هذا الصدد، وفتح دراسات عليا للأدب الإنجليزي لا يوجد على مستوى العراق، لأن أغلب الأقسام للغة الإنجليزية التي فتحت الدراسات العليا إنما تتمحور دراساتهم تلك على دراسة اللغة، يعني علم اللغة وما يسمى باللانجوج.
أما دراسة الأدب الإنجليزي فهو كما يشار إليه أندر من الكبريت الأحمر، ولدينا الكثير من المتخصصين فيه في قسم اللغة الإنجليزية، ونسعى إلى فتح هذا القسم، وتمت الموافقة عليه أيضا من قبل رئاسة الجامعة ورفع إلى وزارة التعليم العالي. أما قسم الرياضيات إذ رفعنا دراسة لفتح الدراسات العليا فيه قبل أسبوعين تقريبا، وعليه إذا ما تم فتح هذه الأقسام الثلاثة للدراسات العليا لتكتمل مع القسمين السابقين التربية الفنية وعلوم الحاسوب، سوف تكون الكلية متأهلة ومتكاملة من الناحية العلمية. يزاد على هذا وذاك يمكنني أن أشير بأن أساتذة كلية التربية لديهم باع طويلة في النشر في المجلات العالمية، حتى أنهم في سنة واحدة استطاعوا نشر أكثر من 20 بحث في مجلات سكوبس وغيرها من المجلات العالمية، وهذا يحسب للكلية كرصيد علمي وإلى الجامعة بصورة عامة. أما من حيث القبول في هذه الكلية فسنويا يكون القبول بمعدل 90 فما فوق، وهذا يدل على امتياز كلية التربية ورغبة الطلبة للإقدام للدراسة فيها، كما أشرت لجودة الأساتذة ولأن مخرجاتها تكون على مستوى عالي من القيمة، مما تحقق نجاحا كبيرا في سوق العمل وفي المؤسسات التعليمية مستقبلا. الأستاذ الدكتور سيروان عبد الزهرة هاشم الجنابي، عميد كلية التربية المختلطة في جامعة الكوفة.